زيارة ميدانية شرع بها كل من نائب رئيس الجمهورية أسامة النجيفي ووزير الدفاع خالد العبيدي إلى قيادة محور جوير مخمور جنوب شرقي الموصل صباح هذا اليوم للاطلاع على آخر المستجدات العسكرية في الميدان النجيفي. وخلال المؤتمر الصحفي الذي عقد في مقر قيادة مخمور أكد بأنه مكلف من قبل رئيس الجمهورية بالإشراف على عملية تحرير الموصل، وإن عمليات التحرير ستشمل في المرحلة المقبلة ناحية القيارة ومدينة الموصل بعد الانتهاء من تسليح المتطوعين في صفوف الحشد الوطني بالتنسيق ما بين قطاعات الجيش والشرطة والعشائر من جهة وما بين قوات البيشمركة الكردية من جهة أخرى، فيما أكدت وزارة الدفاع شمول الأخيرة بالتجهيزات والأسلحة العسكرية التي وصلت إلى الوزارة مؤخرا. طلعنا تفصيليا شرح الخريطة على التقدم الكبير في المنطقة والتحضيرات الجاهزة لتقدم قريب إن شاء الله، وتكمل الاستعدادات بالتعاون مع الأركان الثلاثة مثل ما قلنا البيشمركة والجيش العراقي والعشائر العربية. هذه ستكون الخطوة المتقدمة باتجاه ناحية القيارة وبعدها مدينة الموصل. مسرورين جدا بأنه راح يكون حصة للبيشمركة مع تجهيز الجيش العراقي، وفعلا وصل عدد من المدرعات. معركة تحرير الموصل ستأخذ بنظر الاعتبار الجانب الإنساني، حيث يجري التخطيط لها بشكل دقيق لتفادي وقوع الخسائر في صفوف المدنيين. هذا ما أكده وزير الدفاع للحرة خلال تفقد الوفد الوزاري لقطاعات اللواء الخامس جيش عراقي والبيشمركة في خطوط التماس مع عناصر تنظيم الدولة الإسلامية في منطقة تل خيم. المعركة احنا ناخذ بها جانب إنساني كبير، وهو كما ذكر حضرتك أنه المدنيين في الموصل بالنسبة لنا حريصين جدا أنه لا نفرط بأي مدني ليس له علاقة في الحرب والمعركة. نحن نستهدف داعش بشكل كبير ونريد أن نخطط لمعركة ناجحة قوية بحيث نخرج منها منتصرين بقوة. نائب رئيس الجمهورية انتقد عدم تشريع قانون الحرس الوطني وغياب التخصيصات المالية الخاصة به في الموازنة العامة، مشيرا إلى أن ذلك سيساهم في إحداث شرخ كبير في الاتفاق السياسي. عدم إرسال القانون لحد الآن وعدم إدراج نص في الموازنة العامة يحدد الموارد المالية لهذا التشكيل يدل على نية غير واضحة. سيكون هناك ضرر كبير على الاتفاق السياسي إذا لم يفعل قانون الحرس الوطني وتمويل هذه التشكيلة. رفض قطاعات البيشمركة بالأسلحة الثقيلة والمتطورة أسوة بقطاعات الجيش العراقي والإشراف عن كثب على الخطط العسكرية المعدة لمعركة تحرير الموصل من خلال التنسيق مع قوات البيشمركة، أبرز ما جاء به الوفد الوزاري. من داخل قيادة محور جوير مخمور جنوب شرقي الموصل، منير أسعد، الحرة.